يقول السائل: هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة قاف في خطبة الجمعة؟ بعضها. قالت إحدى الصحابيات: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر، يعني يقرأ بعضها وفي الجمعة الثانية يكملها، ما يقرأها كاملة في الخطبة. نعم.